بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب صفة الصلاة من شرح العمدة الإمام المجدد أحمد بن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس التاسع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وهل تجب قراءتها في الصلاة على روايتين منصوصتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مر في قراءة المنتقى الكلام على البسملة وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، فنقرأها الآن مجرد قراءة ولا نكثر الوقوف عندها، لأن هذا من باب التكرار مع ما مر في قراءة المنتقى. نعم. فصل. وهل تجب قراءتها في الصلاة على روايتين منصوصتين، إحداهما يجب بناء على أنها من فاتحة الكتاب؟ يعني البسملة، هل تجب قراءة البسملة في الصلاة أو لا تجب؟ هذا بناء على أنها آية من القرآن، وأنها على أنها آية من القرآن. وهل هي من الفاتحة فتجب قراءتها، أو هي آية مستقلة فلا تجب قراءتها لأنها ليست من الفاتحة إنما تستحب؟ هذا سبق الكلام فيه. نعم. يجب بناء على أنها من فاتحة الكتاب، فإن لم يجعل البسملة أنه كان رأس الآية صراط. نعم. فإن لم يجعل البسملة أنه كان رأس الآية صراط الذين أنعمت عليهم. يعني إذا كانت البسملة ليست من الفاتحة، والفاتحة سبع آيات كما في قوله تعالى: ولقد آتيناك سبعا من المثاني. سبعا يعني سبع آيات، وهي الفاتحة. الفاتحة سبع آيات بالاتفاق بالإجماع. فإذا جعلنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آيتين، صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية مستقلة، تكمل السبع بذلك، تكمل السبع بذلك. وأما من يعتبر البسملة من الفاتحة فإنه يجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يجعلها آية واحدة. نعم. فإن لم يجعل البسملة أنه كان رأس الآية صراط الذين أنعمت عليهم، رأس الآية أنعمت عليهم وغير المغضوب إلى آخره، هي الآية الأخيرة وهي السابعة. أنعمت عليهم هي السادسة، غير المغضوب هي السابعة. هذا إذا لم نجعل البسملة من الفاتحة. نعم. وليس نسبة لرؤوس الآية، لأن ما قبل الحرف الآخر يكون حرف لين كما في سائر الآية. نعم. وأيضا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم،
إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. أعد. وأيضا فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا ومرفوعا: إذا قرأتم الحمد فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها. نعم، هذا دليل للذين يقولون إن بسم الله الرحمن الرحيم من الفاتحة. نعم. وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وجماعة من أصحابه من عدة وجوه، رواها الدارقطني وغيره لأنها مكتوبة في أولها في المصحف فوجبت أن تتلى حيث كتبت كسائر آياتها، لأنها مكتوبة قبل الفاتحة في المصحف، وما كتب في المصحف فهو قرآن، ما كتب في المصحف فهو قرآن، فتكون بسم الله الرحمن الرحيم قرآنا وتكون من الفاتحة. نعم. والرواية الثانية لا تجب قراءتها، هذه الرواية الثانية عن أحمد أنها لا تجب قراءة البسملة، إنما هي سنة، هي آية ولكن لا تجب قراءتها، إنما هي سنة. نعم. والرواية الثانية يعني عن أحمد، الرواية الثانية عن أحمد. نعم. والرواية الثانية لا تجب قراءتها لكن يكره ترك قراءتها كالاستعاذة وأولى. نعم. بناء على أنها ليست من الفاتحة، والمفروض ليست من الفاتحة. نعم. بناء على أنها ليست من الفاتحة والمفروض إنما هو قراءة الفاتحة. نعم. ويمكن أن يقال هي وإن جعلت من الفاتحة باعتبار فليست من القراءة المفروضة، وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب. هذه الرواية عن أحمد أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة هي الرواية المشهورة عند أصحاب الإمام أحمد. نعم. وهذه الرواية هي الصحيحة عند عامة الأصحاب وهي الغالب على كلام أحمد، وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى وذلك لما روى أبو هريرة رضي الله عنه قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج يقولها ثلاثا، فقيل لأبي هريرة إنما نكون وراء الإمام، فقال اقرأها في نفسك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وقال مرة فوض إلي عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي فلعبدي ما سأل، وإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل، رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه، وقال أبو زرعة حديث صحيح. تقدم هذا لنا المنتقى أن الله جل وعلا قال قسمت الصلاة يعني الفاتحة، سماها صلاة، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والفاتحة سبع آيات يكون نصفها ثلاث آيات ونصف، أولها لله عز وجل تمجيد وثناء وحمد، فهي هذه الآيات لله ثلاث ونصف إلى قوله إياك نعبد، إذا قال وإياك نستعين إلى آخر السورة فهذا دعاء مسألة وهو للعبد يسأل ربه ويعطيه الله ما سأل. نعم. ولعبدي ما سأل. نعم. فهذا دليل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة،
لأنه بدأ بالحمد لله رب العالمين. نعم. وفيه دلالة من أربعة أوجه. يعني هذا الحديث دلالة على أنها ليست من الفاتحة. نعم. أحدها أن أبا هريرة رضي الله عنه هو راوي الحديث، وقد فهم أن أم الكتاب هي الحمد لله رب العالمين إلى آخرها، ولم يدخل معها بسم الله الرحمن الرحيم، وهو راوي الحديث والراوي أدرى بما روى. نعم. ولهذا فسر أحد الحديثين بالآخر، وهذا يضعف ما روي عنه بخلافه. عن أبي هريرة بخلافه أنه يرى أنها من الفاتحة، يكون الصحيح عنه أنه يرى أنها ليست من الفاتحة. نعم. الثاني أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها. نعم، لذكرها الله في القسمة، إذا والله جل وعلا قال فإذا قال الحمد لله رب العالمين ولم يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، لم يذكرها في القسمة، دل على أنها ليست من الفاتحة. نعم. الثاني أنها لو كانت منها أو هي واجبة لذكرها في القسمة كما ذكر غيرها، لأن المراد بالصلاة القراءة الواجبة في الصلاة. نعم. الثالث أن القسمة باعتبار الآيات، لأنه وقف على رأس كل آية وجعل يشير إليها، فلو كانت البسملة فيها لكان الذي لله أربع آيات ونصفا، والذي للعبد اثنتين ونصفا. لو كانت البسملة من الفاتحة لكانت الفاتحة أكثر من سبع آيات، تكون الفاتحة ثمان آيات تقسم على اثنين، كل قسم أربع آيات، وهذا ليس بصحيح. نعم. الرابع أنه قال في آخره فهؤلاء لعبدي، وهذه صيغة جمع إنما يشار به إلى ثلاثة آيات، ولو لم ثلاثي وهذه صيغة جمع إنما يشار به إلى ثلاث آيات، ولو لم تكن أنعمت عليهم رأس آية لقال فهاتان، والإشارة إنما هي إلى الآي دون الكلمات والحروف، كما قال فهذه الآية بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. نعم، وهذا واضح أنه قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وهي ثلاث آيات ونصف، نصف آية يبدأ من وإياك نستعين، ويكون الآية يكون الآية الثالثة تكون الآية الثالثة اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم، هذه آية غير المغضوب عليهم، هذه هي السابعة. نعم. وأيضا حديث أبي بن كعب وحديث أبي سعيد بن المعلى وحديث ابن جابر، ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنة الجهر بها، ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنة الجهر بها، ولم يجهر بها، لم يجهر بها الرسول ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان كما سبق، دل على أنها ليست من الفاتحة. نعم. ولأنها لو كانت من الفاتحة لكانت السنة الجهر بها، فإن الفرق بين آيات السورة بعيد عن القياس. نعم. بخلاف ما ليس من السورة وإنما نزل لأجلها، ولأنها فالصحيح أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من سور القرآن إلا في النمل، في سورة النمل، وإلا فهي آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل، ومن ذلك الفاتحة. فبسم الله الرحمن الرحيم إنما جيء بها لغيرها لافتتاح السور،
نعم. ولأنها لو كانت من أول الفاتحة لكانت من أول سائر السور، لأنها سورة من السور، ولا يختلف المذهب أنها ليست من غير الفاتحة. هذا وجه، لأنها لو كانت من الفاتحة لكانت من بقية السور، ولكن الإجماع على أنها ليست من السور، وإنما هي آية مستقلة لافتتاح السور فقط، الفاتحة وغير الفاتحة. نعم. ولا يختلف المذهب أنها ليست من غير الفاتحة، وقد دل على ذلك ما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. كما مر بكم في المنتقى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه السورة 30 آية. قال المجد رحمه الله في المنتقى: وقد أجمع العادون على أن سورة تبارك 30 آية بدون البسملة، بدون البسملة، أدل على أن بسم الله ليست من السور، لا الفاتحة ولا غيرها، إنما هي آية افتتاحية لكل سورة. نعم. قال أصحابنا: وقد أجمع القراء على أنها 30 آية بدون التسمية، يعني سورة الملك، أجمع القراء كما قال جده، كما قال جده في المنتقى أنهم أجمعوا على أن سورة الملك 30 آية بدون البسملة. نعم. ولو كانت البسملة من سورة الملك لكانت 31 آية، الرسول قال 30 آية. نعم. قال أصحابنا: وقد أجمع القراء على أنها 30 آية بدون التسمية، يعني سورة الملك. نعم. فلو كانت منها لكانت آية وكانت 31. نعم. ولأن الناس مجمعون على أن الكوثر، على أن الكوثر 3 آيات، ولو كانت منها لكانت 4 آيات. سورة الكوثر 3 آيات بالإجماع: إنا أعطيناك الكوثر، هذه واحدة، فصلي لربك وانحر، هذه الثانية، إن شانئك هو الأبتر، هذه الثالثة. ولو كانت البسملة منها لصارت 4 آيات، مع أن العلماء أجمعوا على أن سورة الكوثر 3 آيات. نعم. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء فواتح السور والحروف المقطعة في أوائل السور. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء فواتح السور والحروف، الحروف اللي في أول السور مثل ألف لام ميم، ألف لام راء، ياسين، طه، تكون حرف واحد وتكون حرفين، تكون 3 حروف، ألف لام ميم صاد، كلها حروف مقطعة، هذه ليست من السور، هذه فواتح للسور، فواتح للسور. نعم. ولأن الصحابة والتابعين وسائر الأمة يسمون حروف الهجاء فواتح السور والحروف المقطعة في أوائل السور، ولو كانت البسملة أول آية من السورة لما صح، فتكون البسملة مثل الحروف المقطعة في أول السور فواتح، ليست من السور. نعم. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف سطرا، ولذلك لو قرأت ألف لام ميم واقتصرت عليها لم تكن قرأت آية من القرآن في الصلاة مثلا، لو أنك في الصلاة قرأت ألف لام ميم أو طه أو ياسين، ما يجزي هذا عن قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة. نعم. ولأن الصحابة رضوان الله عليهم كتبوها في المصحف سطرا مفصولا عن السورة، ولو كانت منها لخلطوها في سائر آياتها كغيرها. الصحابة جعلوها، كتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في مصاحفهم آية مفصولة، ولو كانت من السورة لأدمجوها في السورة. نعم.
ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحف. لا شك أن قول الجمهور وهو الصحيح أنها آية من كتاب الله وهي قرآن. هذا رأي جماهير أهل العلم أنها قرآن وأنها آية، لكنها آية مستقلة ليست من سورة معينة إلا في النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فهي بعض آية في سورة النمل فقط. نعم. ومع هذا فلا تختلف النصوص عن أحمد أنها آية من كتاب الله في كل موضع كتبت في المصحف. نعم. إلا في سورة النمل فإنها بعض آية، ومن لم يقرأها فقد أسقط 113 آية من كتاب الله. من أسقط البسملة من القرآن، لم يعتبرها قرآنا، أسقط آية من القرآن في كل سورة، لأنها قبل كل سورة. قبل كم عدد سور القرآن؟ كم يقول؟ أسقط 113 آية. أي نعم، من القرآن، وهذا لا يجوز أن يسقط من القرآن 113 آية. نعم. وهي آية مفردة أنزلت. نعم. وهي آية مفردة. نعم. وهي آية مفردة أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها. افتتاحية، آية افتتاحية وإن لم تكن من السورة. نعم. وهي آية مفردة أنزلت في أول السورة وإن لم تكن منها، لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحف فعلم أنها من القرآن مع اعتناء. أولاً أنها أنزلت بالإجماع، أنها أنزلت من الله، وما دامت أنزلت من الله فهي آية. وثانياً أن الصحابة كتبوها في المصاحف، والصحابة لا يكتبون في المصاحف إلا ما هو قرآن، حتى إنهم منعوا من كتابة أسماء السور وكتابة التحزيبات وكتابة، هذا إنما أحدث فيما بعد، وإلا في عهد الصحابة كانوا يجردون المصحف لا يكتبون معه شيء، يكتبون المصحف مجردا حفاظا على القرآن أن يختلط معه ما ليس منه. ولذلك الذين يعبثون في المصاحف الآن ويكتبون يقولون هذا تفسير هذا كذا، ما يصلح هذا. التفسير يجعل بكتاب مستقل ويجعل المصحف مستقلا. نعم. حتى لا يختلط هذا. نعم. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوها في المصحف فعلم أنها من القرآن مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه، حتى مع اعتناء الصحابة بتجريد المصحف عما ليس منه، حتى إنهم يمنعون من كتابة الأعشار والأخماس نعم. مع اعتنائهم بتجريده عما ليس منه حتى عما فيه مصلحة من التعشير والتخميس والنقط وأسماء السور وغير ذلك. نعم، ما كان القرآن منقط، بل كان معجما ثم نقط بعد ذلك. ما كان القرآن عليه علامات الإعراب من رفع ونصب وخفض، إنما فعل هذا فيما بعد. والمصحف كان في عهد الصحابة مجردا من النقط ومجردا من حركات الإعراب، إنما فعلوا هذا فيما بعد من باب ضبط القرآن وتسهيله، لأن الذين كانوا على العربية الفصحى وعاصروا النزول ماتوا وانتهوا، فاحتاج الناس بعد ذلك إلى ما يعينهم على القراءة وعلى ضبط المصحف، فنقطوا الحروف ووضعوا الحركات. نعم. وروى أبو داود، لأن مستوى الناس ضعف بعد الصحابة. نعم. وروى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. دل على أنها
أنها نزلت من عند الله، وأنها نزلت لفصل السور بعضها عن بعض. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم بفصل السورة عن التي بعدها حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. وفي كتابة الصحابة لها في أول الفاتحة دون أول براءة وكتابتها سطرا مفصولا عما قبلها دلالة واضحة على ذلك، على أنها ليست من السور وإنما هي آية مستقلة، وأن الغرض منها الفصل بين السور. نعم. هذه حقيقة المذهب، ومن تأمله علم الطريقة المثلى فيما اضطرب الناس فيه في شأن البسملة. أي نعم، من عرف هذا البيان وهذا التفصيل عرف الحقيقة في مسألة البسملة، أنها آية من القرآن ولكنها ليست من سورة معينة إلا في سورة النمل فإنها بعض آية. نعم. وطائفة من أصحابنا يحكون رواية أخرى أنها بعض آية وأنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل، وربما اعتقد كثير منهم أن هذا هو المذهب ظنا منهم أن إذا قلنا ليست من السورة فقد قلنا ليست من القرآن، وهذا غلط على المذهب، توهموه عن مذهب غيرنا، والله أعلم. أي نعم. نعم. فصل. السنة لمن قرأ سورة من القرآن أن يقرأ في أولها البسملة إلا في أول براءة. انتهينا من البسملة مع الفاتحة، بقي البسملة مع غيرها من السور، مع غيرها من السور. السنة أن تقرأ أول كل سورة قبل أن تقرأ تبدأ السورة أن تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، هذا من آداب القراءة ومن السنة المؤكدة، فلا تدخل في السورة بدون البسملة، لا تصل سورة بسورة بدون البسملة، هذا مخالف للسنة، إلا بين سورتين براءة والأنفال فإنها لم تكتب بينهما، فلا ينطق بها الإنسان بين براءة والأنفال، ما يجوز هذا لا سرا ولا جهرا، لا يأتي بالبسملة بين براءة والأنفال لا سرا ولا جهرا، أن هذا مخالف لما عليه الصحابة. نعم. فصل. السنة لمن قرأ سورة من القرآن أن يقرأ في أولها البسملة. نعم. إلا في أول براءة، سواء نعم. ابتدأ السورة أو وصلها بما قبلها إلا في الصلاة، سواء ابتدأ السورة يعني هو بدأ السورة لابد من يعني يستحب يتأكد البسملة، أو كان مواصلا للقراءة وانتهى من سورة ويريد أن يدخل في السورة الثانية، فالسنة أن يأتي بسم الله الرحمن الرحيم، إن كان خارج الصلاة فهو مخير بين أن يسر بها أو يجهر، وإن كان داخل الصلاة فلا يجهر بها. نعم. إلا في الصلاة يخفيها. نعم. وخارج الصلاة إن شاء جهر بها وإن شاء خافت. إنما السنة أن يأتي بها سواء جهر أو أخفى. نعم. إلا في الصلاة يخفيها وخارج الصلاة إن شاء جهر بها وإن شاء خافت، كالاستعادة وسائر القرآن، لأن الجهر والمخافة مؤقت في الصلاة وليس مؤقتا في غيرها. ومن مخالفة السنة، من مخالفة السنة أن يؤتى بالبسملة في أثناء السورة، إذا أراد يقرأ من السورة يأتي ببسم الله الرحمن، هذا غلط، هذا ما ورد كما يفعله القراء في الإذاعات، لا هذا غلط، إذا أردت أن تقرأ من أثناء السورة تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فقط ولا تأتي بالبسملة. نعم. لأن الجهر والمخافة مؤقت في الصلاة وليس مؤقتا في غيرها، وأما في الصلاة فيخافت بها إلا إذا قرن بين السورتين في التراويح ونحوها، ففيه روايتان. نعم. إحداهما
لا يجهر بها كسائر الصلوات. والثانية إن جهر فلا بأس لأن النافلة أخف من الفريضة. وإذا قرن وبناء على ذلك فالذين يقرؤونها في التراويح أو في صلاة الليل يقرؤونها بين السور لا ينكر عليهم لأن النافلة أخف من، أما في الفريضة لا. إذا أردت أن تقرن سورة بسورة في الفريضة فإنك تأتي ببسم الله الرحمن الرحيم بينهما سرا. نعم. والثانية إن جهر فلا بأس لأن النافلة أخف من الفريضة. وإذا قرن بين السورتين كأن قد جهر بما قبلها وما بعدها فألحقت بذلك. نعم. بخلاف ما إذا كان قبلها سكوت أو مخافتة فإنها تلحق به. نعم. وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من وإن هذه مسألتنا وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن ابتدأ من أثناء السورة لا يستحب أن يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، أو من أول براءة لا يستحب له ذلك. نعم. وإن ابتدأ من أثناء سورة أو من أول براءة لم يستحب أن يقرأها لأنها لم تكتب هناك، لأنها لم تكتب في أثناء السور، فهو جعل شيئا لم يكتب. نعم. والمستحب أن تقرأ كما في المصحف في مواضعها. نعم، المستحب أن تقرأ كما في المصحف في بدايات السور لا في أثنائها إلا سورة النمل. نعم. وإن قرأها فلا بأس بخلاف الاستعادة فإنها مشروعة في أول كل قراءة. أي نعم، سواء من أول السورة أو من وسطها يستعيذ بالله، فإذا قرأت القرآن فاستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة إنما تكون في أوائل السور ما عدا براءة. نعم. مسألة، ثم يقرأ الفاتحة. انتهينا من البسملة وما فيها من الكلام المفصل الجميل، ننتقل إلى قراءة الفاتحة وحكمها في الصلاة. نعم. مسألة، ثم يقرأ الفاتحة ولا إذا قال مسألة هذا كلام المتن العمدة، ثم كلام الشيخ يأتي بعد المسألة. نعم. مسألة، ثم يقرأ الفاتحة ولا صلاة لمن لم يقرأ بها إلا المأموم، فإن قراءة الإمام له قراءة، ويستحب أن يقرأ في سكتات الإمام وما لا يجهر فيه. هذا الكلام فيه فصول. نعم، هذا الكلام فيه فصول، هذا الشرح، هذا كلام الشيخ تقي الدين، أما ما قبله فهو من كلام المتن. نعم. هذا الكلام ولو أن الطابع وفقه الله لو أنه جعل المتن مفصولا في أول الصفحة وجعل الشرح بعده كان أحسن وأوضح. نعم. هذا الكلام فيه فصول، أحدها في قراءة الفاتحة في الصلاة. نعم، هذه مسألة. نعم. أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم. لا بد من قراءة الفاتحة في الصلاة. هل هو لكل مصل أو للإمام والمنفرد دون المأموم أو للجميع؟ هذا محل الكلام الآن. نعم. أما قراءة الفاتحة في الصلاة فهذا من العلم العام المتوارث بين الأمة خلفا عن سلف عن نبيها صلى الله عليه وسلم، وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة. نعم، الإمام والمنفرد لا تصح صلاتهما إلا بقراءة الفاتحة، لأنها ركن من أركان الصلاة، وإنما الخلاف في المأموم. نعم. وظاهر المذهب أن صلاة الإمام والمنفرد لا تصح إلا بقراءة الفاتحة سواء تركها عمدا أو سهوا، لأنها ركن من أركان الصلاة. نعم. وعنه إذا صلى بآية واحدة أجزأته، لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه،
اقرأ ما وقوله للمسيء في صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. فقالوا ما هو بلازم الفاتحة، إذا قرأ من القرآن في الصلاة يكفي هذا. هذا قول لبعض العلماء الحنفية، لكن الجمهور على أنه لا بد من الفاتحة لأنها ركن. نعم. وعنه إذا صلى بآية واحدة أجزأته، وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل، على طريق الفضل، يعني أنه لا بد من قراءة شيء من القرآن، وكونه من الفاتحة على هذه الرواية على بيان للفضل لا للوجوب. نعم. لكن هذا قول ضعيف في المذهب. نعم. وقوله لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب على طريق الفضل، لأن الله تعالى قال فاقرأوا ما تيسر من القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي المسيء في صلاته كبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع. ولأن المفروض في الصلاة هو القرآن بقوله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، سمى الصلاة قرآنا، وإنما يعبر عن الشيء باسم بعضه إذا كان ركنا فيه، كما سمى ركوعا وسجودا وقياما. نعم. وكذلك قوله قم الليل إلا قليلا إلى قوله ورتل القرآن ترتيلا وسائر السورة دليل على أن الصلاة لا بد فيها من القراءة. لا بد فيها من القراءة، هذا بالإجماع. لكن القراءة ما هي؟ الجمهور على أنها الفاتحة، وذهب من ذهب إلى أنه يكفي أن يقرأ أي شيء من القرآن ولو لم يكن الفاتحة. نعم. وقد روى أبو الدرداء أن رجلا قال يا رسول الله أفي كل صلاة قرآن؟ قال نعم. وقال رجل من الأنصار وجبت هذه، رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وقال أفي كل صلاة قرآن؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقوله نعم هذا إيجاب لجعل شيء من القرآن في الصلاة، وأنها لا تصح بدون قرآن. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم وغيره، وهذا يعم جميع القرآن. كان الناس في أول الإسلام يتكلمون في الصلاة، يكلم بعضهم بعضا، حتى نزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، يعني ساكتين عن الكلام، نهاهم عن الكلام في الصلاة، أمرهم بالقنوت يعني السكوت. دخل رجل ما درى أن هذا نسخ، فصار يكلم من بجنبه ولا يكلمه، استغرب الرجل ولحظه الصحابة بأبصارهم، فصار عند الرجل يعني استغراب وش اللي حصل. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرسول إليه وجلس على كرسي وجعل يعلمه، قال إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هي التسبيح إلى آخر الحديث وقراءة القرآن، الشاهد في قوله وقراءة القرآن. فعلم هذا الرجل. نعم. والصحابي يقول أمرنا بالسكوت لما نزلت هذه الآية، أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الآدميين، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، رواه مسلم وغيره، وهذا يعم جميع القرآن وكله كلام الله. نعم. هذا دليل للذين يقولون أنه يكفي أنه يقرأ أي شيء من القرآن، لأن الرسول قال وقراءة القرآن ولم يخص الفاتحة، والآيات كلها قرآن، فإذا قرأ شيء يكفي. نعم.
وهذا يعم جميع القرآن وكله كلام الله، فاستوى في انعقاد الصلاة بما تيسر منه، كما استوى في جهة تلاوته وصحة الخطبة به، وإنما اعتبرت الآية كما اعتبرناها في الخطبة. نعم، الخطبة من أركان الخطبة أن يقرأ شيئا من القرآن ولو آية، ولو آية، ما يقرأ أقل من آية، يقرأ ولو آية. نعم. ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع آيات. هذا قول غريب، إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع آيات تعادل الفاتحة، لأن الفاتحة سبع آيات، وهذا اجتهاد ما عليه دليل. نعم. ومن أصحابنا من قال: إذا لم تشترط الفاتحة فعليه أن يأتي بسبع آيات، وهل يشترط أن تتضمن قدر الحروف على وجهين؟ نعم. وهو مع مخالفة النصوص فاسد، وهو أي هذا القول، هذا القول مخالف للنصوص، هذا تعقيب من الشيخ رحمه الله. نعم. وهو مع مخالفة النصوص فاسد الوضع. نعم. لأن اعتبار سبع آيات على إيجاب الفاتحة، فكيف يوجب مع القول بعدم وجوبها؟ نعم، هذا على القول بإيجاب الفاتحة، مع أن هذا محل خلاف، فكيف أنت تقول يجي بسبع آيات ولو من غير الفاتحة، مع أنهم اختلفوا في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة كما سبق. نعم. والصحيح الأول لما روى عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة. صحيح القول الأول أنه لا بد من الفاتحة لهذا الحديث. نعم. لا صلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رواه الجماعة. الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن والإمام أحمد، ولا هم الجماعة. نعم. فإن قيل هو محمول على نفي الفضل والكمال، إيه بعضهم يقول لا صلاة، ما هم معناه بطلان الصلاة، معناه أنه نفي للكمال، لا صلاة كاملة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. هل يعني هل النفي في قوله لا صلاة يتجه إلى الحقيقة ونفي الحقيقة وأن الصلاة باطلة، أو هو نفي للكمال فقط وتكون الصلاة صحيحة بدون قراءة الفاتحة؟ هذا القول الثاني الذي لا يوجب الفاتحة. نعم. فإن قيل هو محمول على نفي الفضل والكمال لأن حقيقة الصلاة قد وجدت فلا يمكن نفيها، فلا بد من إضمار الإجزاء أو الكمال، إذ لا يمكن إضمارها. نعم. إذ لا يمكن إضمارها لما بينها من التنافي، ولأن المقتضي لا عموم له، فإن الإضمار أوجبته الضرورة فيتقدر بقدرها، وليس أحدهما أولى فتقف الدلالة أو يحمل على الكمال لأنه المتيقن ولما قدمناه من الدلالة. قلنا هذا الجواب عن هذا القول، قلنا هذا الجواب. نعم. قلنا بل المنفي حقيقة الصلاة، المنفي ليس الكمال، وإنما المنفي صحة الصلاة، حقيقة الصلاة، هذا هو الظاهر. نعم. قلنا بل المنفي حقيقة الصلاة، لأن الصلاة المطلقة في لسان الشرع هي الصلاة المشروعة المأمور بها، وهذه لم توجد مع عدم الفاتحة، كما لا توجد مع عدم الركوع والسجود. نعم. وإنما يتوجه مثل هذا الكلام في مثل قوله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. وأما الأشياء التي تناول الاسم المطلق صحيحها دون فاسدها، فيكون رفع حقيقها قد ارتفعت حقيقته. نعم، هذه مناقشة للي يقول إن المراد نفي الكمال لا نفي الحقيقة. نعم. وأيضا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة لوجب حمل مطلق النفي على نفي الإجزاء والصحة، لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في المعنى، فيحسن يقولون الصلاة حقيقة الصلاة وجدت في الركوع والسجود
والقيام وجدت حقيقة الصلاة، فدل على أن المراد نفي الكمال. يقول الشيخ لا، ما وجدت الحقيقة، ما وجدت الحقيقة، فهذا الركوع والسجود والقيام غير صحيح، لأنه ناقص، ناقص ركنا، فما نقص من الأركان يبطل الصلاة. نعم. وأيضا فلو كانت حقيقة يعني الصلاة، ما نسلم من حقيقة الصلاة وجدت بدون الفاتحة، ما نسلم هذا. نعم. وأيضا فلو كانت حقيقة الصلاة موجودة لوجب حمل مطلق النفي على نفي الإجزاء والصحة، لأن الشيء إذا عدم إجزاؤه وصحته كان كالمعدوم في المعنى، فيحسن إطلاق النفي عليه ويكون أولى بالنفي من الشيء الذي هو صحيح مجزئ. نعم. وأيضا فإن نفي الشيء باعتبار انتفاء فائدته وجدواه طريقة معرفته في الكلام، بل قد صار حقيقة عرفية، فيجب حمل الكلام عليها، ويحتاج حمله على انتفاء كمال وفضيلة إلى دليل. كل هذا تأييد للقول بأن لا صلاة، يعني لا صلاة صحيحة، لا صلاة صحيحة، وليس المعنى لا صلاة كاملة، بل لا صلاة صحيحة بدون فاتحة الكتاب. نعم. وفي هذا جواب عما قالوه. نعم. وهذا إنما قلناه تأسيسا لغير هذا الموضع، وإلا فقد روى الحديث، فقد روي الحديث بلفظ ماض لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. نعم. لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، رواه الشافعي والدارقطني وقال إسناده صحيح. لا تجزي، هذا دليل رد عليهم، لا تجزي، هم يقولون لا تجزي لكنها غير كاملة، الحديث يقول لا تجزي، هذا نفي لعموم الصلاة. نعم. نفي للإجزاء، وهم يقولون تجزي لكن مع النقص، هذا غير صحيح. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد، رواه أحمد وأبو داود. هذا إعلان من الرسول صلى الله عليه وسلم للناس، أمر مناديا أن ينادي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. نعم. أعيده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يخرج فينادي، فينادي، هذا إعلان. نعم. أمره أن يخرج فينادي ألا صلاة إلا بقراءة فاتحة الكتاب فما زاد. نعم، فما زاد من القرآن يعني. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، فهي خداج غير تمام، رواه الجماعة إلا البخاري، والخداج النقصان في ذات الشيء. يعني فصلاته ناقصة غير تامة، غير تامة، ناقصة، والناس صلاة ناقصة لا تجزي. نعم. والخداج النقصان في ذات الشيء، فعلم أن الصلاة ناقصة في أركانها، لأنهم يقولون خدجت الناقة إذا ولدت قبل أيامها، وأخدجت إذا ولدت ولدا ناقص الخلقة وإن تمت أيامه، وربما اجتمعا. ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم نقص الأيام فقط، لأن ذلك لا نقص فيه حتى تشبه به الصلاة، فعلم أنه أراد الذي نقص خلقة. نعم، خداج يعني ناقص الخلقة، ليس المراد ناقص المدة، ناقص المدة، قد تنقص المدة ويتم الولد ويعيش، قد يولد لستة أشهر ويعيش، ليس المراد خداج يعني ناقص المدة، إنما خداج ناقص الخلقة. وكذلك في الصلاة، خداج يعني ناقصة الحقيقة، ناقصة الهيئة. نعم. فعلم أنه أراد الذي نقص خلقة، وقد فسر لا مدة، نقص خلقة لا مدة. نعم.
وقد فسر ذلك بقوله غير تمام. أيضا أكد هذا بقوله غير تمام، وغير تمام يعني ناقص. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاتحة هي الصلاة، وقسمتها في حديث في الحديث القدسي قال الله جل وعلا: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي. المراد بالصلاة هنا الفاتحة، فسماها صلاة دل على أنها لا تصح الصلاة بدونها. نعم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الفاتحة هي الصلاة وقسمتها قسمتها، فإذا لم يقرأ الفاتحة لم تبقى الصلاة المقسومة، فلم تبقى صلاة أصلا. نعم. لأنه أخبر بقسم مسمى الصلاة، ولأن الفاتحة اختصت من بين القرآن بكونها أم القرآن، فاتحة الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم. يعني فلا يجزي شيء من القرآن غير الفاتحة، لأن الفاتحة لها خاصية امتازت بها على القرآن، وهي أنها أم القرآن، أم القرآن، وأم الشيء هو ما يرجع إليه الشيء، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، الشابهات ترد إلى المحكمات تفسرها. فالفاتحة هي أم القرآن، فدل على أن لها ميزة على القرآن لأنها أمه ومرجعه ومرده. نعم. ولأنه لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، لم ينزل مثل هذه السورة في الكتب الإلهية، لا في التوراة ولا في الإنجيل، التوراة التي أنزلت على موسى، والإنجيل الذي أنزل على عيسى، والزبور الذي أنزل على داود، ولا في القرآن الذي أنزل على محمد، ليس في القرآن مثل سورة الفاتحة. دل على ميزتها وتميزها على القرآن. نعم. فكيف يقال إنه يكفي أي شيء من القرآن وهو ما يتصف بصفة الفاتحة وفضيلة الفاتحة؟ نعم. لا سوى بين الفاتحة وغير غيرها من آيات القرآن، لا سوى. نعم. إلى غير ذلك من الخصائص والمزايا. نعم. فلم يجوز إلحاق غيرها بها، لم يجوز إلحاق غيرها من آيات القرآن بها، لأنها متميزة على غيرها من الكتب الإلهية حتى من القرآن. نعم. والقرآن وإن كان جميعه كلام الله، كلام والقرآن وإن كان جميعه كلام الله، نعم، وبعضه أفضل من بعض، كما أن آية الكرسي، القرآن كله كلام الله، هذا لا شك فيه أنه كله كلام الله، ومع هذا يتفاضل بعضه أفضل من بعض. الفاتحة هي أفضله على الإطلاق، آية الكرسي هي أفضل آية في القرآن، أفضل سورة في القرآن الفاتحة، وأفضل آية في القرآن آية الكرسي. نعم. كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وياسين قلب القرآن، ولا شبهة، هل يدل على أن القرآن يتفاضل، قلب، أم القرآن، آية الكرسي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، لما تشتمل عليه هذه الآيات والسور من المعاني. نعم. كما أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وياسين قلب القرآن، ولا شبهة أن كلام الله الذي يذكر به نفسه ويتضمن أسماءه وصفاته أفضل من كلامه الذي يذكر به مخلوقاته. نعم. يذكر به السماوات، يذكر به خلق السماوات والأرض والنبات والآيات الكونية، الذي يذكر فيه ما يخص الرب سبحانه من الأسماء والصفات والتسبيح والتنزيه أفضل من الآيات التي فيها ذكر السماوات والأرض
والقصص الأولين، والقرآن يتفاضل بحسب معانيه، بحسب معانيه وما يشتمل عليه. نعم. ولا خلاف بين الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل. القرآن أفضل من التوراة والإنجيل لأنه مهيمن على الكتب السابقة، والقرآن نفسه يتفاضل، بعضه أفضل من بعض. نعم. ولا خلاف بين الأئمة أن القرآن أفضل من التوراة والإنجيل وهو المهيمن عليها، وفضل كل شيء بحسبه. نعم. ففضل الكلام قد يكون بحسب المتكلم به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. هذا لفضل المتكلم به، وهو أن الله أفضل من خلقه، فكلامه أفضل من كلام الخلق. نعم. وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه، وقد ترجع الفضيلة إلى معاني الآية، تكون الآية أفضل من غيرها بسبب معانيها وما تشتمل عليه. فآية الكرسي لما كانت تشتمل على أسماء الله وصفاته وتنزيهه عن النقائص كانت أعظم آية في كتاب الله. نعم. وقد يكون بحسب معانيه وما يتكلم فيه، وكلما كانت معانيه أشرف وأنفع كان أفضل. ولهذا فضلت سورة الفاتحة والإخلاص وآية الكرسي وغير ذلك من القرآن على بعضه. فضلت الفاتحة على سائر القرآن لأنها أم القرآن، وفضلت آية الكرسي على غيرها من آيات القرآن لما تشتمل عليه من أسماء الله وصفاته، وفضلت سورة الإخلاص صارت تعدل ثلث القرآن لأن صفة الرحمن سبحانه وتعالى كما في الحديث صفة الرحمن. نعم. الفصل الثاني. نعم. الفصل الثاني أن المأموم لا تجب عليه القراءة لا في صلاة السر ولا في الجهر من غير اختلاف في المذهب. خلصنا من الفصل الأول، وهو هل لا بد من الفاتحة في الصلاة أو يكفي شيء من القرآن. هذا انتهينا منه إلى أنه لا بد من الفاتحة، وأنه لا يجزي عنها شيء من القرآن. الفصل الثاني: إذا كانت الفاتحة واجبة في الصلاة فهل هي على كل مصل من إمام ومأموم ومنفرد، أو هي خاصة بالإمام والمنفرد ومستحبة في حق المأموم؟ نعم. الفصل الثاني أن المأموم لا نقف على هالفصل هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، وحرص الصحابة على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، هل في ذلك دلالة على أن ترتيب السور كذلك هو من الله كما هو ترتيب الآيات؟ لا، ما يدل على هذا. ترتيب غير معرفة نهاية السورة وبداية السورة التي بعدها، هذا ما يعني الترتيب، ما يعني الترتيب، ولكن هذا يدل على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست من السور، وإنما هي آية مستقلة لفصل ما بين السور. هذا المطلوب هنا. وأما ترتيب السور فهذا محل خلاف، منهم من يقول أنه توقيفي، والجمهور على أنه غير توقيفي وأنه من اجتهاد الصحابة، فلهذا تنوعت مصاحف الصحابة في ترتيبها. ولو كان هذا أمرا توقيفيا ما اختلفت مصاحف الصحابة في ترتيب السور. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تقرأ البسملة قبل قراءة آية الكرسي في الأذكار التي بعد الصلاة؟ لا، إذا كان القصد التلاوة فلا تقرأ قبلها، أما إذا كان القصد الذكر فلا بأس تقرأ على أنها ذكر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الحكم فيما يفعله بعض المدرسين في المدارس حيث يكتبون ملاحظات للطالب على المصحف، بل ويكتبون أحيانا يقول بعض المدرسين يكتبون ملاحظات للطالب على مصحفه، بل وأحيانا يكتبون عبارات للتشجيع على المصحف للطالب؟ لا يجوز هذا، يجب منعهم من هذا. المصحف لا يكتب فيه شيء غير القرآن، لا يعلق عليه، لا يضع عليه هوامش، لا ما يجوز هذا. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: وهل يجوز أن يحدد الطالب المطلوب منه من الآيات بأن يضع خطا على رقم الآية؟ ما يضع في المصحف لا خطوط ولا شيء ولا أرقام ولا أي شيء ولا هوامش، المصحف يبقى كما هو، وإذا أراد أن يضع أشياء يجعلها في دفترة في شيء منفصل عن المصحف. نعم. ويجب يربى الطلاب على هذا، على تعظيم المصحف وعلى تجريد المصحف من التعليقات والعبث، ما هو مثل الكتب الأخرى. نعم. يجب أن يربوا على تعظيم المصحف واحترامه وعلى تجنيبه للتعليقات و... نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ورد في الحديث فضل سورة الملك، هل المقصود أن يقرأها في كل يوم، أم أن المقصود أن يحب هذه السورة وترديدها من حين لآخر؟ لا، المقصود قراءتها، هذا الفضل يترتب على قراءتها، ما هو على مجرد محبتها فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل ورد أن سورة الملك تسمى المنجية من عذاب القبر؟ توصف بهذا، ما تسمى، توصف بهذا، لأن ورد في الحديث أن رجلا قرأها فأنجته من عذاب القبر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة؟ وأما الاسم تسمى سورة الملك، ما تسمى المنجية، ما في المصحف أن اسمها المنجية، فيه سورة الملك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك كتاب تنصحون به بالنسبة لما ورد في فضائل السور، وهل كل سور القرآن ورد فيها فضل خاص؟ لا، إنما ورد في آيات وفي سور، وأما إن كل سورة وكل آية لها فضائل ما ورد شيء من هذا. بعضهم يكذب، يضع يقول رأي، لأن واحد من القدامى وضع فضائل لكل سورة فنوقش في هذا، منين جبت هذا؟ قال: والله أنا شفت الناس أعرضوا عن القرآن وأريد أن أرغبهم في القرآن، فأصبح كذابا واختزى بين الناس واشتهر بذلك. لا يجوز هذا، ما يقال وينسب للقرآن أو للرسول إلا ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. القرآن ورد في بعض الفضائل وبعضه لم يرد، لكنه معروف أن فضل القرآن معروف هذا ولو لم يرد، ولكن إذا ورد يكون من باب التأكيد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يقال بأنه يأثم الإنسان إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ هل يقال بأنه يأثم إذا قرأ البسملة في أول سورة براءة؟ نعم، يأثم إذا تعمد هذا، أما لو نسي وقرأها فلا شيء، لكن إذا تعمد هذا هذا مخالف للسنة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل طه وحاميم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، هذه حروف مقطعة، طه يا سين يا وسين، ما هي من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد تفسير مكتوب فيه القرآن كاملا والتفسير في هوامشه، هل يعتبر هذا ويسمى قرآن فلا يجوز أن يمسه من عليه الحدث؟ إذا كان القرآن مفصول بحاجز مدور على المصحف على الآيات، فما داخل الحاجز يسمى مصحفا، وما خرج عنه يسمى تفسيرا. يجوز أنك تلمس التفسير ولكن لا تلمس الآيات، ما في داخل الحاجز لا تلمسه، لأن هذا هو المصحف. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم مس المصحف بالنسبة للأطفال الصغار؟ أطفال الصغار يتسامح في حقهم لأنهم لا يعقلون الطهارة، ولا يتسامح في حقهم إذا مسوه، ولكن من باب التعليم والتربية يربون على الوضوء قبل مس المصحف، يربون على هذا، ولو أنهم مسوه بدون وضوء يتسامح في هذا لأنهم غير مكلفين. نعم. وكذلك كان المعلمون في الزمان الأول إلى أن أدركناهم ما كانوا يعطون الأطفال مصاحف ولا أجزاء، يعطونهم ألواح، يكتبون في ألواح معهم، يكتبون السورة أو بعض السورة في لوح يكتبه المدرس ويقرأه الطالب ويردده حتى يحفظه، فإذا حفظه مسح هذا وكتب له آيات أو سور أخرى حتى يكمل. نعم. وكذلك حفظك الله، يقول: ما حكم مس المصحف بالنسبة للكبار إذا كان لا يستطيع الإمساك على وضوئه وقتا طويلا ويشق عليه الوضوء كل فترة قصيرة؟ لا بد من الوضوء، لا يمس القرآن إلا طاهر، هذا حديث، لا بد من الوضوء، لكن إذا احتاج إلى قراءة القرآن وهو على غير وضوء أو كان يشق عليه الوضوء من وراء حائل يفتح المصحف ويقرأ فيه ولا يمسه إلا بحائل مثل مسطرة أو قلم أو يجعل على يده شيء يلفها به ويمس القرآن من وراء الحائل لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما الفرق بين قولنا نفي للحقيقة ونفي للكمال بالنسبة للصلاة؟ هذا يعني ما في صلاة، نفي للحقيقة يعني الصلاة باطلة، هذا نفي الحقيقة. نفي الكمال الصلاة صحيحة لكنها ناقصة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ينطبق على ما ورد في حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ هذا الشيء ولا شيء، صلاة الجماعة واجبة وليست هي من أركان الصلاة ولا من شروط الصلاة ولا من أركانها، وإنما هي واجب خارجي للصلاة، تصح صلاته منفردا لكن يأثم على ترك الواجب وهو حضور الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنني في إحدى الصلوات نسيت قراءة سورة الفاتحة في إحدى الفروض، فهل أعيد هذه الصلاة؟ إذا كنت خلف الإمام تكفي قراءة الإمام، أما إذا كنت منفردا فلا بد من إعادة الصلاة. إن ذكرت هذا قريبا فإنك تقوم تأتي بركعة تسجد للسهو، أما إذا طال الفصل أو انتقض وضوءك فلا بد من إعادة الصلاة من أولها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: عند استشهادي ببعض الآيات أقول: قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم أقرأ تلك الآيات، فهل في ذلك شيء لأني قلت قال الله أعوذ بالله؟ لا، ما تقصد أعوذ بالله إنها من قول الله، إنما هي من قولك أنت، فلا بأس بذلك. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قرأ الإنسان القرآن عن طريق الجوال فهل يشترط الطهارة؟ الجوال ليس مصحفا، لا يعتبر مصحفا، وإنما هو شاشة تظهر فيها الآيات وليس مصحفا، فلا يأخذ أحكام المصحف. أنت لو معك جوال تسميه مصحف؟ ما تسميه مصحف، إنما تظهر الآيات على الشاشة فقط، تروح إذا بغيت راحت. نعم. وكذلك حفظك الله يقول: وهل يجوز للحائض أن تقرأ القرآن عن طريق الجوال؟ الحائض ما تقرأ القرآن لا عن ظهر قلب ولا من المصحف حتى تغتسل بعد الحيض. من العلماء من أفتاها بأنها تقرأ للحاجة، إذا مثلا كانت في اختبار ويفوت عليها الاختبار تقرأ من أجل الحاجة، أو تخشى أن تنسى كما يقول شيخ الإسلام أن تنسى حفظها فتقرأ وهي حائض لئلا تنساه، يعني للحاجة فقط. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه قد ابتلي بمرض الوسوسة في الوضوء وقد حاول أن يتجنب ذلك مرارا ولكنه لم يستطع، فما نصيحتكم له؟ والله ما استطعتم، اللي هو يستطيع يفعله واللي ما يستطيع لا يؤاخذه الله فيه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنه يتعود من الوسواس، يترك الوسواس، لا يتبع الوسواس، يتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى سنة الفجر في البيت ثم ذهب إلى المسجد ولم تقم الصلاة بعد، فهل يصلي تحية المسجد؟ على الخلاف، تحية المسجد هل تصلى في وقت النهي أو لا؟ إذا صلاها بناء على القول بأنه بأنها من ذوات الأسباب فلا بأس، وإذا تركها وجلس اعتمادا على النهي عن الصلاة في وقت النهي فلا بأس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذهبت لصاحب محل لبيع الذهب وطلبت منه قرضا 1000 ريال لأشتري به ذهبا، ذهبت لصاحب محل لبيع الذهب وطلبت منه قرضا 1000 ريال لأشتري به ذهبا، فهل إذا اشتريت من صاحب المحل نفسه الذي أقرضني هل في ذلك حرج؟ إن كان هذا حيلة للمفارقة قبل القبض فلا يجوز، أما إذا كان ما هو بحيلة، اقترضت قرضا صحيحا واشتريت به من المقرض فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقول هذه امرأة من أوروبا، تقول: إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما. امرأة تقول إن جنينها قد سقط وهو يبلغ 98 يوما، هل يكفن هذا السقط؟ وهل يجوز لها أن تدفنه في الغابة؟ إذا بلغ السقط 4 أشهر يأخذ أحكام الجنائز من تغسيل والتكفين والصلاة عليه ودفن في مقابر المسلمين إذا كان مسلما، أما إذا كان دون 4 أشهر فلا، لأنه لم تنفخ فيه الروح فيلف ويدفن مجرد دفن ولا يغسل، ولا لأنه ما يأخذ أحكام الجنائز بدون 4 أشهر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأمير في السفر هل له أن يأمر من معه من الصائمين بأن يفطروا، وهل يلزمهم ذلك؟ لا، ما يأمرهم بالإفطار، هذا هو ما يتدخل في العبادات، إنما يأمرهم بأحكام بأمور السفر، الرحيل والنزول وحاجات السفر، أما العبادات ما يأمرهم ولا له صلاحية في ذلك. نعم، يأمرهم بالصلاة إذا حضرت، يوقظهم من النوم لا بأس، أما أنه يأمرهم بأن يفطروا لا. الرسول عليه الصلاة والسلام كان معه من يصوم ومعه من يفطر، ولا يجبرهم على الإفطار. نعم.
فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت أصلي تحية المسجد، فدخل رجل معي يصلي بنية الفريضة، هل تصح كنت أصلي تحية المسجد فدخل رجل معي يصلي بنية الفريضة، هل تصح إمامتي له؟ أعيد السؤال. كنت أصلي تحية المسجد فدخل رجل معي ليصلي بنية الفريضة. لا بأس بذلك، يجوز صلاة المفترض خلف المتنفل، تصلي نافلة وجاء واحد دخل معك ينوي فريضة، لا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل زار شقيقه في بيته ولكن لم يجده في البيت، بل وجد زوجته ومعها أطفالها الصغار، فهل يدخل إلى البيت لأن معها أطفالها، أم يجب عليه الرجوع؟ والأطفال ما اللي دون البلوغ ما يزيلون الخلوة، ما يزيلون الخلوة، فلا يدخل حتى يأتي صاحب البيت. نعم.